شاء الله. الحرف اليدوية بتمثل ثقافة كل البلدان، ودائما لما نروح على الأحياء القديمة أو الشام القديمة دائما بنشوفها معروضة على الطرقات. ومو بس بالشام القديمة، يعني صرنا نشوف أي قطعة بترجع لأي دولة دغري بنعرف إنه هاي قطعة من أي بلد، لأنه دائما عم تعكس ثقافة المجتمع اللي طلعت منه. صحيح، وبسمحنا غير دائما متعودين نكون مع المساحات الحرفية، وأكيد بيسعدنا نرحب اليوم بالأستاذ عدنان تنبكجي أمين سر هيئة مدربين حاضرة دمر المركزية للفنون والحرف اليدوية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح الخير، رمضان كريم عليك وعلى كل الأفراد اللي متواجدين بحاضنة دمر. رمضان كريم. مؤخرا كان عندكم مهرجان سوريا حضارة. سوريا تاريخ وحضارة. سوريا تاريخ وحضارة. كان في عندكم نشاطات ضمن المهرجان، وشفنا بث مباشر لحضرتك على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي. كان في هيك خلينا نقول نسيج أطفال، كان في صبايا شباب، وكان في مسابقات وعرض للأعمال اليدوية. خلينا نحكي عن المهرجان بشكل عام. الحقيقة المهرجان أعطى صدى كتير حلو، وكان شامل كامل متكامل. اجانا من المحافظات من الحرفيين والحرفيات، واجانا كمان احنا استضفنا موضوع ما يخص الطفل الحرفي، وشفنا ابداعاتهم، وكان بس مباشر على الرسم تبعهم وكيف كانوا عم يعملوا اعمال فنيه بسيطه. وكمان جبنا من فريق ايد بايد لذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الهمم. كان يوم سعيد كثير بالنسبه لهم، وهن عم يتمنوا انه ينعاد كثير. كانوا عم يشتغلوا البسمه والامل بالنسبة للأطفال، كان بس مباشر وعم يشتغلوا هنا بإيديهم. وكثير من الأهالي الزوار اللي كانوا عم يستمتعوا بهذا المنظر يعني كثير حلو، وكان في أطفال عندهم غيرة من أطفال الزوار إنه ليش أنا ما سجل، ليش ما سجل، الحاضنة مفتوحة إنه تسجل، وخاصة هلا بوقت الصيف على إنه نسجل دورات للأطفال، بنشوف وين اتجاههم، وين ميولهم الفني، ونحن بنميلهم إياهم. تمام. طب خلينا نحكي عن الحرفية اللي كانت موجودة ضمن هذا المهرجان، الشريحة العمرية الأكثر كانت متواجدة. بالنسبة للحرف هلا هي الحاضنة هي مكان ثابت، وإنما زدنا الإبداع بإبداع، سوينا مهرجان لضيوف من برات الحاضنة، واكتمل الموضوع على إنه هن ينتسبوا للحاضنة. يعني كل ما عم تتوسع أمور الحاضنة، يعني فيك نقول صارت أكبر منا. يعني صار طموحنا الحمد لله تحقق، وصار الزوار كثير، مو بس الزوار، صار في ناس هي عندها انتماء كبير على انه تكون بهي الحاضنة المركزية. الحرف اليدوية كلها تقريبا، من النحاس، من الموزايك، من الصدف، من موضوع الأغباني، من موضوع كمان الفن الحلاقة والتجميل، كمان يعني الطفل الحرفي، ومثل ما قلت لك ذوي الاحتياجات الخاصة، كان كامل متكامل. تصميم الأزياء حرف عديدة كلها اللي بالحاضنة كانت موجودة، وإجانا مثل ما قلت لك إضافات على أنه شاركوا بهذا المهرجان. وكان حلاوة المهرجان أنه في عنا من ضمنه يوم خاص لجائزة الإبداع، جائزة الإبداع لأجمل عمل حرفي بسنة 21. أخذنا لحنا ثلاث أشخاص، أستاذ محمد الكجوك صديقنا، شيخ كار بفنون الصدف، ومحمد الشايب كمان أخذ بما يخص التريات الشرقية، وأنا كمان أخذت بما يخص، عملت طقم من الشطرنج، كرسيين خاصين بهذا الشطرنج، وكمان عملت تريا كاملة متكاملة بتخص هذا الموضوع، وأربع لمباديرات على الجوانب. هدول بجائزة الإبداع الحمد لله، وأخذت شهادة بالشكر أستاذ ناجي حضوة رئيس اتحاد العام للحرفيين، والأستاذ دوي شكو على هذا المنح اللي أعطونا إياه، وإن شاء الله إحنا بنستحقه، ونتأمل أنه على طول يكون متكرر بكل سنة إن شاء الله. ذكرت حضرتك أنه كان في فعالية للأشخاص أو للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم هدول الأطفال بحاجة كتير لدعم وتدريب ليكونوا موجودين ضمن هيك فعالية وغيرها. يعني اليوم الحرفي أو الشغل اليدوي ما هو سهل، يعني قد ما كانت القطعة صغيرة ولكن تحتاج لوقت، لدقة، وكتير تركيز، وأهم شيء الذوق. يعني أحيانا لازم يكون فنان، يعني هو بالأصل فنان. خلينا نحكي عن هدول الأطفال، كيف تم التعامل معهم، وشو الأشياء هيك اللي قدموها؟ سؤال كتير مهم، انبسطت بهالسؤال. عم نلاحظ نحن الأطفال، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، إنه عم بيعطوهم المساعدات، أحياناً هيك عم نجرحهم. وقت نحن بننميلهم مواهبهم وبيشتغل بإيده، خلينا ندعم المنتج تبعهم ونبيع لهم إياه، وهن يستفادوا
هون السعادة أنا لمستها وشفتها بفريق عملي، أنه بدل ما نعطيهم مساعدات لا يشتغلوا بإيدهم، وهذا المنتج بنحط اسم الشخص اللي عم يشتغل وبنوثق له إياه وكيف هو عم يشتغل بإيده، وبعدين وقت بينباع بالمهرجانات أو بالمعارض في أنا عندي زاوية بجناحي خاصة لألون، والتنباع حدا بيقتني هي قطعة أول شيء بينبسط صاحبها أنه أنا سويت قطعة وصرت أنا ما بقل عن غيري أنه هذا المنتج رح ينباع، أو هي التحفة الفنية رح تنباع، أو هي الرسمة رح تنباع ويقتنوها ناس كتير. هذا هون بيكون زرعنا السعادة والأمل أنه هن مالهم عقيم، مالهم يعني متطفلين على المجتمع، حدا فعال. نعم يعني هن فعالين فعلا منتج. فعالين وعندهم إمكانيات ما شاء الله عليهم. هلا يعني بعض الصبايا او الشباب من هدول الفريق يعني يا حرام بيكونوا خلقه عندهم اعاقه جسديه، الاعاقه الفكريه موجوده بس ايديهم فعلا تلتف من حرير، وهن ما بيقلوا عنا ابدا وقلهم مستقبل ان شاء الله لانه عم ننميهم شوي شوي وبيتطوروا. اكيد نعم. دائما لما نحكي نحن عن التمكين بنحكي عن الانسان يلي بتمتع بصحه كامله، كيف عم نحكي كمان عن ذوي الاحتياجات الخاصه وقديش منهم بحاجه هذا الشيء؟ نعم. لانه بالنهايه اهلهم مو دايمين له مثل ما بيقولوا، فبحاجه دائما لتمكين وينخرطوا عن جد هيك بهي الطريقه بيقدروا ينخرطوا اكثر بالمجتمع. رح نرجع الموضوع حلاوته انه عفوا قطعتك، عم تيجي الام او الاب او مرافق لاي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، نحن عم نضرب عصفورين بحجر واحد. يعني تصوري وقت بيكون وحده مثلا ساوت شجره واما ساوت شجره من الكريستال او من الخيوط النحاسيه او رسمه معينه، وقت هي عم تساويها واما كمان هون تعلمت او المرافق تبعها تعلم كمان، يعني هون انت وسعتي موضوع العلم واعطيتي الرساله بشكل صحيح وصارت الاسره يعني في تعاون، يعني ما عاد في ملل بالبيت انه والله انا بدي بيشاوروا بعض وكيف العمل عم يتطور، العمل الحرفي عم يتطور عندهم. نعم. خلينا نرجع لموضوع جائزة الأبداع، ذكرت حضرتك أنه حصلت على إحدى هاي الجوائز، مين كانت اللجنة؟ هل يا ترى هي كانت يعني مسابقة حرة أي موضوع ولا كان في إلى أقسام مثلا نحاسيات للبروكار؟ خلينا نحكي أكثر من ضحين. هلا هي المسابقة مفتوحة مو بس لهالي بالحاضنة، لحنا أعلننا يعني وهذا الحكي موثق لكل واحد عنده عمل حرفي بحب يشارك بهاي الجائزة يتفضل على حاضنة دمر المركزية ويعرض العمل تبعه. اللجنة المختصة طبعا كمان الاتحاد العام للحرفيين هن خبراء الحرف، وبالإضافة إلى فيما بعد كمان عم يكون بالأستاذ لؤي شكو مدير حاضنة دمر والأستاذ ناجي حضوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين اللي دعم هاي الفكرة ومنوجه له التحية، وأخذناها إحنا ثلاث أشخاص كل واحد بعمله. إذن العمل مفتوح مو لشخص معين ولكل الحرف اليدوية ما لها مختصة ولا بأي نوع من الحرف، لكل الحرف. عم أشوفك شوية قطع كتير حلو اليوم الكريستال وقت اللي بيدخل على أي قطعة. هلأ هي معنا كتير قديمة ولكن فيها شيء من الحداثة يعني تواكب للعصر. اليوم قدامهم هدول القطع يضلوا موجودين وقدامهم نحن رغم قد ما دخلنا عليهم شغلات جديدة نضل محافظين على هاي البصمة القديمة إنه هي حرفة يدوية. هاي اليوم هاي المهمة إلكم عليكم أنتم يعني. نعم. هاي البصمة هلأ إحنا بدنا نواكب لأنه الحرفي بيتطور والسوري بتعرفي إحنا على طول الحرفي بده يتطور، بيتابع موضوع المعارض بيتابع موضوع النت. عندنا مثلا هاي الكاسات، هاي الكاسات تعتبر من أقدم كاسات بالعالم من مركز ثقل تبعها من تحت، فيها زخارف نباتية مرسومة من البلاتينيوم من الأعلى فوق، هذا صحي 100%. والحاضنة تبعها اللي ماسكتها هاي ماسكتيها حضرتك انه عم تكون من النحاس وملبسه ذهب، هاي قطعه فنيه ممكن انه الواحد يحطها صمديه بالبيت. تمام مثل ما قال انه هي قديمه. نعم. بس انه ولكن اليوم نحن الامبلاج الخارجي حتى الامبلاج اللي ساويناه في روح قديمه، في روح صح. ان احنا هاي الزخارف كلها لها دلالات من الماضي. ونجي لموضوع الصينيه، هي كلها كمان موضوع الحداثه. هلا هذه الرسومات الزخارف النباتيه كلها قديمه سوريه بحت يعني، وبتاخذ الطابع شوي الاسلامي. بس نزلنا موضوع الايبوكسي، موضوع الايبوكسي مشان يعطيكي تباين كانه فيها اضاءه عم تشع اثناء الضيافه، بتعطي رونق كثير حلو. تمام. اليوم قد ايه عم تشتغلوا مع الشباب والصبايا؟ قد ايه في جهد كثير كبير من حضرتكم ومن باقي الشيوخ الكار ضمن حاضنه دمار، عم تلاقوا في تفاعل في ايجابيه في نتيجه على الارض لهذا التعب؟ والله النتيجه كثير واضحه، ونحن بنشكر
السيد وزير الصناعة، السيد وزير السياحة، الأستاذ ناجي حضوي، يعني هدول القامات اللي احنا بنفتخر فيهم، ووزارة الاقتصاد اللي عم يدعمونا دعم كتير حلو، وهلا عنا مؤخرا موضوع تفعيل جامعة الشام انه رح يكون في لها شغل كتير حلو مع حاضنة دمر المركزية، ورح يستلموا اشراف موضوع بعض المراكز التعليمية على انه يصير تطور بموضوع التعليم، ان باشرافهم العلمي ونحن باشراف الفني، يعني هن من ناحية التقنية، وحيصير رابطة كتير حلوة هلا بصدد انه تفعيلها بعد كم يوم ان شاء الله. بيجوا الطلاب وبيتعلموا بشكل مباشر الاشياء العملية، فعلا عم تكون عملية، لانه الصبية او الشاب وقت بده يتخرج وبيشوف موضوع التخرج هو عم يساوي بايده، هذا كتير شيء رائع، مو مثل من اول كيف كانوا يعني يعتمدوا على نوعا ما على الموضوع النظري. هون في عنا أشياء عملية وواقع، والحاضنة مهيئة من ناحية القاعات، من ناحية الورشات، من ناحية شيوخ الكار، وتفاعل قائم مو بس مع جامعة الشام، كمان الباب مفتوح على أنه يسجلوا الصبايا والشباب بكل ما يخص دورات التعليم الحرفي. وصارت اليوم الصبية شيخة كار، يعني شفنا هدول الصبايا، استضفنا كذا مرة صبايا هيك، يعني بالهم طويل بيكون اكيد صح، ودائما عم يكونوا يعني مثل ما بيقولوا وارثين ابا عن جد، يعني احد اهلهم بموجود بالحرفه وعم بيأثر يورث. هلا مو ضروري، يعني نحن بنعرف مره قلت لنا انه عندك حضرتك ابنك ما قدرت انه يكون معك ضمن مشروعك، بس بناتي هلا فايتين بابنك، لا ما يطلع حدا لما يطلع حدا، يعني هون اذا الواحد من جوا ما منروح وهو حب المسار ما بيمشي الحال، ما بيبدع. طيب كنت عم تذكرنا انه باحلامكم بالحاضنه دمر وصلتوا لمكان بتعتبروه رضيانين عنه نوعا ما. نعم. خلينا نحكي عن شعبيه هذا المكان، اليوم السوريين صاروا بيعرفوا هذا المكان منيح، عم يعتبروا مثلا مقصد اذا بدنا نقول للزياره، ولا لا في اهداف برايكم بحاجه هسه يمكن امور ثانيه لنحقق انتشار اوسع من هيك؟ هلا هو هذا المكان فينا نقول سياحي بامتياز، وفينا نقول حرفي. اليوم التشجيع على السياحه الحرفيه كمان، احنا من الدول المتقدمه بالسياحه الحرفيه، يعني في كثير ناس عم يشتغلوا على الموضوع، بنوجه لهم تحيه. الحريق الموضوع عم يكون شبكه من التعامل المتكامل. هذا المكان نحن رضيانين عنه، بس في عنا طموح لسه للاوسع، ان شاء الله طموحنا بيتحقق، وهيك الوعود قائمه على انه بكل محافظه يكون مثل هذا المكان، وبيرجعوا مرجعيتهم لهي الحاضنه المركزيه للفنون الحرفيه. طموحنا يجوا ناس من برات سوريا كمان، وهذا الحكي قائم، الا انه تاخر بموضوع كورونا. ومو صعب يصير مثل الجامعة، هي جامعة للتعليم الحرفي، ومو صعب علينا أبدا، يعني احنا عنا. وبعدين في خطوط حمراء على تراثنا السوري انه ما منصدره حتى بما يخص التعليم، لكن العصر اللي احنا منطورها ومنعطيها، وممكن يصير في مجالات أوسع لكثير من الدول انه يجوا يتعلموا هون. وهذا الحكي صار لكن بغير طريقة، غير شرعية، اتنسبت المواضيع الحرف اليدوية لكثير من الدول بطريقة غير شرعية. خلينا نكون بطريقة شرعية، وبياخد شهادة، ومن أي بلد بيجي الواحد بيتعلم وبياخد شهادة وبيطلع بيشتغل شيء بيخص بلده، بس لحنا خط أحمر على تراثنا السوري، وهذا تاريخ المجد لحنا بدنا نحافظ عليه، وهيك تعلمنا وهيك رح نعلم أنه اللي بيخصنا بيضل لنا، وما في مانع أنه نعلم أشياء فنية عادية عامة. نعم عامة. خلينا هيك نحكي ولو بشكل سريع، عندكم فعالية يمكن ب 15 شهر إذا التاريخ صح أو لا؟ في عنا هلأ موضوع كتير مهم، لحنا مو على الفعالية، اللي هو التحية الكبيرة للدكتور سامر خليل اللي أعطانا الباع الطويل بموضوع دوري الدبلوم التصدير الاحترافي بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وهيئة تنمية ودعم الصادرات. هاي الدورة اللي عملناها بصراحة كسبنا كثير من الخبرة، كسبنا كيف نحن نتعلم إبرام العقود، الحرفي صار متطور، ما عاد في وسيط، والحرفي اليوم صار على درجة عالية أنه يكتب العقود بإيده، وصار يصدر ويستورد هو بهي الحاضنة المركزية، لأنه ساعدتنا على وجود السجل التجاري والسجل الصناعي واحد لكل واحد حرفي، وأيضا السجل السياحي. هاي الحاضنة صار كل واحد فينا بهاي الحاضنة في يستورد المواد الأولية
الأولية الخاصة فيه، وفيه هو يصدر بشكل مباشر، وصرنا نعرف السوق المستهدفة لكل حرفي وين المكان تبعنا الصح. بالأول ما كان عندنا هذا الإطلاع الكبير. بهاي الدورة إن شاء الله رح نتخرج، وعملنا دورة بهاي الدورة بحث أنا شاركت فيه بالتخرج، هو البحث العلمي لحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية، إن شاء الله رح يتوزع ورح يكون على مستوى عالي بكل سوريا بكل الأماكن المهمة والوزارات، شيء بيرفع الرأس. نعم. وبتحية لكل واحد حرفي ولكل واحد شيخ كار، ومنقول لهم كمان أعطونا إبداع، وإبداع لازم السوري على طول يعطينا إبداع. أنتوا بتشجعوني بالإخبارية السورية، أنا بخجل من نفسي إنه إذا كل لقاء ما جبت جديد ما بيمشي الحال، لذلك أنتوا لكم دور كبير، وغير أنه بتواكبونا بكل حدث. الله يعطيكم العافية. أنتوا من أهل البيت صرتوا أكيد. يعني الخطوة الأخيرة اللي ذكرتها حضرتك، إذا فينا نعتبر هاي الدورة التثقيفية أو التعليمية، قديشها مهمة اليوم الحرفي صح بعد باع طويل من من العمل، ولكن هو قديش بحاجة إلى وجود هاي الثقافة القانونية اللي ذكرتها حضرتك وحتى المالية. كم بدي أسأل حضرتك، كونه كنتوا عم تحكي عن طموح لكم للانتشار بالمحافظات السورية، الحرفة السورية ولنفرض مثلا النحاسيات، هي بتختلف كحرفة أو بتفاصيلها بين محافظة وأخرى، ولا لا هي بتضل ضمن خطوط عامة أو نفسها هي وحدة ضمن التراث السوري؟ كمان حكي كتير حلو ومهم. اللي احنا عم نركض على أنه بكل محافظة لها خاصية، بيشتغلوا بالخاصية تبعهم. يعني بتعرفي احنا التضاريس تبعنا والشعب السوري زواق، بكل محافظة في لهم طقوس معينة، صح، في أكلات في حرف معينة ما بتتواجد بمكان حتى تاني. بالمنتجات يعني الغذائية كمان عم يكون بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يخص المرأة الريفية. إذا كل محافظة مختصة باختصاصها، وما بيمنع أنه يتعلموا شيء تاني. يعني احنا مثلا ما بنعرف نساوي مراكب صيد بالساحل، شاطرين كثير ما شاء الله عليهم، بس إذا بدنا نساويها هون لا، هن الأجدر والأقوى. لكن موضوع النحاسيات في له خاصية بحلب وبدمشق، ممكن كمان نصدره للغير. يعني بالنهاية حيكون منتج سوري بكل المحافظات اللي احنا بنرفع رأسنا فيه. التعاون قائم، ونحن طموحنا انه ينفتح بكل مكان بهي البلد المعطاءه، انه طبعا احنا كمان اخذنا كثير من هالبلد. يعني هلا بهالظروف لازم الحرفي يعطي، أكيد اليوم مطلوب من الحرفي أنه يعطي بهذا الوقت العصيب. نحن تعافينا من الأزمة، لكن بدنا نصعد لسه، نرجع للقوة وللمواجهة. صار وقت واحد يقطف ثمار هذا التعب وثمار هذا الصبر الطويل خلال سنوات الحرب، وبالنهاية مردود اقتصادي طبعاً. اليوم ما في حرفي فقير، يعني غني أول شيء بإيديه، غني بأفكاره، غني بالحرفة اللي عم يقدمها ويعطيها، وبيعطي مردود اقتصادي لإله، وبيفيد البلد إن شاء الله بموضوع الصادرات اللي احنا اشتغلنا عليه. طبعا سريعا، في شيء مهرجانات فعاليات عندكم شيء جديد؟ على طول عنا جديد بحاضنة دمر المركزية، إن شاء الله كل شهر رح تلاقوا ما يقارب معرض أو مهرجان، ونحن بنعلن عنه والقادم أجمل. ومنركز على موضوع التعليم اللي هو بالصيف لكل الأفراد، صبية، شاب، بنت، طفل، مرة كبيرة بالعمر عندها وقت تجي تقضي بالحاضنة وتتعلم شيء بخصها، أو رجال طلع تقاعد كمان يجي يتعلم بهاي الحاضنة. كل شيء هو بخصه، وبيصير بهالوضع الاقتصادي بيساعد البيت بيساعد الأسرة، والمكان استراتيجي وسياحي. هلا الأطفال لأي عمر أو من أي عمر عم يبلشوا عندكم؟ منركز إنه بس بوقت الصيف بالنسبة للأطفال، مفتوح. يعني إن شاء الله تقولي لي طفل عمره 6 سنين له مواهب، لحنا بننمي له إياها إلى ما لا نهاية، لحتى إنه نشوف وين ميوله، بننمي له مواهبه ومنتابع له إياها، وبياخذ شهادة، وممكن يصير عنده إبداع عن صغر، مثل ما تعلمنا احنا انه كان من زمان الاب انه روح تعلم، يقولوا له مصلحه، او روح تعلم لك كار. استفدنا احنا بهذا الوقت العصيب انه لو راحت ورشاتنا، بس احنا رجعنا بنينا حالنا من الصفر، وهذا الحكي موجود بايدينا وبافكار. كيف عم تلاقوا الاقبال لفكره الطفل؟ انه دائما بالسنوات الاخيره الاهل توجهوا انه لتعليم اولادهم اكثر من انه روح تعلم مصلحه، مع انه مثل ما ذكرت ما في حرفي ما بتتوافر السهوله بين ايديه. اليوم كيف عم تلاقوا هي الفكره للاطفال انه التوجه من عمر صغير يروح يتعلم حرفه؟ وكيف يعني بتستقبلوه بالحاضنه، كونه هو يمكن ما عنده، بجوز ما يكون عنده درايه باي حرفه، يعني ممكن انتم يمر بمراحل معينه؟ اول شيء موضوع التعليم وقت بيكون قائم بين الوزارات،
احنا بنسلط الضوء على موضوع التعليم الحرفي حتى بوزارة التربية، يعني هذا اختصاصهم. وبالنسبة للأهل اللي هي المؤسسة الأولى، اليوم عم يعود الطفل أول شيء رقبته عم توجعه بالكبر، عم يصير معه ديسك أطفال مبكرة بموضوع الموبايل اللي عم يقعد ساعات طويلة، أحيانا برامج غير مفيدة يعني عم تلهيه. وهذا الحكي مقصود، يعني حرب قائمة اليوم، حرب إلكترونية على أطفالنا اليوم كعم تنشأ. كيف هذا الطفل عم يقضي 5 ساعات 6 ساعات أنه متواصلة أو متقطعة بموضوع الموبايل؟ نحن بنخلي الاهالي شوي يوعوا انه يشوفوا كيف ميوله بالنحاس، ميوله بالخياطه، ميوله بنجاره، ميوله بالصدف، انه ينموله اياها، يرسم بشكل بدائي. هون دور الام ودور الاب يرسم، وبعدين بوقت الفراغ اللي هي بوقت العطله يزوروا هذا المكان ويشوفوا بعينهم حسب اتجاه الطفل. نحن دورنا بقى هون، وان شاء الله المستقبل واعد لهم، مثل ما تعلمنا رح نعلمهم ان شاء الله. اكيد الدعم كثير مهم بكل مجالات العمل، كرمال ننجح مفروض يكون في دعم من كل الجهات اللي بحبونا على القليلة. بدنا نتشكر حضورك لليوم، صباحك خير ورمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى عائلتك. أهلا وسهلا أستاذ عدنان. إن شاء الله هيك، كل عام وأنتم بخير وكل اللي عم يسمعنا. وأنت بألف خير، شكرا كثير لك، يعطيكم العافية.